خليني اروح مع حضرتك للواشنطن بوست اللي تناولت في عده تقارير النهارده او الايام اللي فاتت كمان ردود الفعل في الكونجرس الامريكي على تعامل مؤسسه الرئاسه الامريكيه مع الاحداث والضغط المتزايد في الكونجرس للكشف علنا عن الاسلحه او نطاق الاسلحه الامريكيه التي يتم نقلها الى اسرائيل، وتاكيد الواشنطن بوست كمان ان العدد الهائل من القتلى المدنيين في غزه بيثير ادانه دوليه ويثير قلق الديمقراطيين بشكل متزايد. شايف ده ازاي يا فندم داخل المعالجة الخاصة للواشنطن بوست وتأثيرها على صناع القرار في الولايات المتحدة؟ يعني طبعا صحيفة الواشنطن بوست واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأكثرها تأثيرا في النخب السياسية الأمريكية، وليها بالطبع أيضا توجهاتها المعروفة في دوائر الكونجرس الأمريكي. لكن خليني أيضا أشير لحضرتك أنه بالفعل قرارات الرئيس بايدن كانت قرارات حتى غير مبررة لدى بعض النخب الأمريكية السياسية، منها على سبيل المثال أنه الطلب اللي قدمه الرئيس بايدن لتقديم دعم إضافي لإسرائيل تم وضعه في طلب واحد أو في وثيقة واحدة مع طلب الدعم لأوكرانيا، وكأنه هنا بيقدم رسالة واضحة لنواب الكونجرس: إذا أردتم أن تستمروا في دعم أوكرانيا فعليكم أن تستمروا في دعم إسرائيل. ورفض الفصل ما بين المبدئين أو الفصل ما بين الطلبين، طلب الدعم الإضافي لإسرائيل بأكثر من 14 مليار دولار بالإضافة إلى مزيد من الدعم لفصل الشتاء والتسليح الجديد لأوكرانيا. وبالتالي هنا بدأت بعض النخب السياسية الأمريكية تنتقد هذه المواقف. النقطة الثانية أنه الدوائر السياسية الأمريكية ليست موحدة بشكل كبير، يعني هناك تباينات. صحيح هناك انحياز واضح للرواية الإسرائيلية ولدعم إسرائيل، ولكن هناك تباينات ما بين الأحزاب الجمهورية والديمقراطية، وده بينعكس بالمناسبة حتى في دعم المنظمات الداعمة لإسرائيل ومنظمات ما يسمى باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على دعم الأحزاب. يعني أكثر من 60% من دعم هذه المنظمات بيذهب للحزب الديمقراطي، حوالي 20% إلى 25% من الدعم المالي بيذهب للجمهوريين، وبالتالي الديمقراطيين أكثر ارتباطاً وأكثر تأثراً باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وبالتالي بنشهد أنه بعض الجمهوريين ممكن يكونوا أكثر جرأة، إضافة إلى التيارات التقدمية أو ما يوصف بالتقدميين في الحزب الديمقراطي. صحيح. بيبدأوا ينتقدوا الأداء السياسي الأمريكي والانحياز غير المحدود من قبل البيت الأبيض لإسرائيل، وبالتالي بدأنا نشهد بالفعل حتى الصحف اللي ليها تأثير كبير في النخب السياسية الأمريكية بدأت بنفسها توجه انتقادات حتى لأداء البيت